يعتمد طائر الحسون على أكثر من 20 نوع من بذور النباتات والأشجار وحتى الأزهار في البرية، أهمها بذور النباتات الشوكية. لدينا بذور نبتة الممشقة المحرازية أو كما تعرف بندف البرية. لدينا أيضا بذور نبتة سيلبين مريمي أو ما تسمى بشوكة الحمار أو شوكة الجمل، ولها العديد من الأسماء المحلية على حسب المنطقة. بذور القصوان الشائع، بذور اللسان المغربي أو ما يسمى باللسان غليظ الرأس. يتزامن نضوج هذه البذور مع موسم التزاوج، وهي بذور دسمة وغنية بالمواد الغذائية وضرورية جدا لنمو جيد لفراخ الحسون. بذور شوك الأرقتيون، بذور سكولميس الإسباني أو ما تسمى بالسنارية الإسبانية، وتسمى أيضا في المغرب العربي بالعشلوش أو الجورنينا. تستعمل هذه النبتة لأغراض طبية عديدة، كما أنها من أهم الأغذية التي يعتمدها طائر الحسون كغذاء أساسي، حيث يتغذى على بذورها طوال فصل الصيف والخريف وحتى حلول فصل الشتاء. بذور نبات القنطريون الصيفي. أما فيما يخص الأشجار، لدينا بذور أشجار الصنوبر. بعد حلول فصل الشتاء تقل الموارد الغذائية بشكل كبير، لهذا تلجأ طيور الحسون لبذور شجرة الصنوبر. سويغام أو شجرة الصمغ الحلو، يتغذى على بذورها أيضا هذا الطائر الجميل. بذور شجرة سوربوس أوكوباريا أو ما تسمى بشجرة السمن. ثمار التين، وهي من أهم الوجبات خصوصا إذا قدمت للطائر بعد وضعها داخل زيت الزيتون لمدة 24 ساعة. بذور شجرة الزمزريق أو البراعم الحمراء. بذور أشجار المران العالي. بذور شجرة القضبان العالي أو ما تسمى بالقضبان المتدلي. تعتبر بذورها غذاء مثاليا لطائر الحسون. أما فيما يخص النباتات، لدينا نبات المخملية، بذور وأوراق الهندباء البرية. تحتوي هذه النبتة على العديد من المواد الغذائية الضرورية لصحة طائر الحسون، وعلى قائمة طويلة من الفيتامينات والمعادن. بذور نبات القراص أو القريص أو الحريق، وهي أيضا من أهم الأغذية لهذا الطائر. بذور نبات عباد الشمس. فوائد بذور نبات عباد الشمس لا تعد ولا تحصى، ومع هذا فأغلب طيور الأقفاص لا تعرفها إطلاقا. نبات زهرة الربيع المسائية الشائعة، نبات النيجيلية أو ما يسمى بالنيجل، وهذه صورة لصغير الحسون يقتات من نبات النيجيلية. نبات السنفية المشعرة، وأخيرا نبات البريلا. تقديم غذاء متنوع هو مفتاح نجاح تربية هذا الطائر.